بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم مع انطلاقة أول أشواط الثنايا الرئيسية، وهذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بسن الثنايا لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ من مسافة 6 كيلومترات. وهذه الانطلاقة القوية في هذا المساء 15 من نوفمبر لعام 2024، وبرنامجنا المسائي لهذه الليلة عبارة عن إقامة 17 شوطا خاصة بسن الثنايا. ومقدمة الشوط إذن 11 شوطا هي أشواط هذا المساء المقررة رسميا التي ستنطلق في هذا المساء. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول ملهمة لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يقدم ملهمة في هذا الشوط الرئيسي أقوى أشواط الثنايا لهجن الشيوخ الليلة ومؤسساتها العملاقة الحاضرة في هذا السباق والمحلي الرابع. بينما المركز الثاني تحركت غيم من هجن الشحانية ضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، غيم على المركز الثاني، والله يجيب الغيم ويجيب الغيث يا ابو خالد. المركز الثاني حصل دخول وتسلل من قبل مكيدة من هجن المرقاب التابعة لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، وأرى تسلل آخر بدوره على المركز الثاني. تصل الرباعة لهجن الشحانية المضمر فاران بن محمد بن قريع صامل المضمرين، واقتحمت الصدارة الرباعة مباشرة لتقلب الأمور رأسا على عقب في هذا الشوط. ولنعيد أيضا التعليق مرة أخرى بفعل الرباعة التي تسللت وخطفت مقدمة الشوط على المركز الأول من هجن الشحانية مضمر فاران بن محمد بن قريع. بينما المركز الثاني تصل ملهمة لهجن الشحانية البرنس في التضمير جار الله بن محمد بن عقيل، بينما المركز الثالث تصل هنا لؤلؤة لهجن أم الزبار ضمر الصارم محمد بن برقان بن مقارح، وما شاء الله عليها اللي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع وصلت فيه غضا لهجن الشحانية ضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، يقدم غضا اللي انتقلت من الرابع إلى الثالث. المركز الخامس تتواصل فيه غيم لهجن الشحانية ضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. شوط رئيسي، شوط مكتظ بالشعارات وبالأسماء ومؤسسات أيضا تتنافس مع مختلف المضمرين، مختلف خبراء التضمير، الشباب البارزين بل اللامعين أصحاب الخبرة في هذا المجال، أيضا من لهم باع طويل في هذا المجال يتصارعون الليلة يتواجدون في هذا الشوط الرئيسي. كل هؤلاء المضمرين اللي خذ السيوف واللي خذ الرموز واللي خذ الشلافي والخناجر رصيد مليء بالإنجازات. إذن معركة الليلة سنتابعها إلى خط النهاية في رئيسية الثنايا أقوى أشواط الثنايا. في آخر محطاتنا الاستعدادية لهذا السن من مسافة 6 كيلومترات بإذن الله في السباق المحلي القادم ستكون مسافة الثنايا والحيل والزمول كما قررت وأعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن من مسافة 8 كيلومترات، وذلك إيذانا واستعدادا لأولى المهرجانات الكبرى في ميدان الشحانية، وهو مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. إذن المرحلة القادمة والمحلي القادم وما يليه حتى نهاية الموسم سننتقل
إلى مسافة 8 كيلومترات، وهي بفارق زيادة كيلوين عن الليلة، عن الليلة وهي المسافة الماراثونية. ونتمنى التوفيق للجميع، والمسافة المقررة لهذا السن ولسن الحيل والزمول. عموما الرباعة على مقدمة الشوط، على المركز الأول تسيطر وتهيمن على الصدارة لهجن الشحانية. لهجن الشحانية ذلك الشعار، وهذا الشعار العملاق والشعار الكبير الذي له جماهير في كل مكان. تسللت إلى المقدمة الوسمية في هذا الأول نداء، ما شاء الله أتت على حين غفلة منا وخطفت مقدمة الشوط الوسمية من هجن الشحانية. يتابعها في التضمير الذهبي سالم بن فاران، أحد خبراء التضمير، يتدخل بدور أبو جابر في عملية التضمير، وكمضمر يتدخل مع الوسمية التي خطفت المركز الأول وخطفت الصدارة في هذه اللحظات. وشكلها والركض ممتاز يا أبو جابر. هذه الوسمية من هجن الشحانية أيضا تسيطر على مقدمة الشوط. الرباعة على المركز الثاني أيضا من نفس المؤسسة هجن الشحانية بتضمير فاران بمحمد بن قريع الصامل، يقدم الرباعة المركز الثاني. المركز الثالث تحركت فيه غضا، وصلت غضا، ولكن خطف المركز الثالث من قبل أسياد. أول نداء لأسياد بقيادة البرنس جار الله بمحمد بن عقيل، يقدم أسياد على المركز الثالث. غضا على المركز الرابع من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس هنا غيم لهجن الشحانية المشاغف التضمير محمد بن خالد العطية. لؤلؤة تقترب من غيم أيضا لتختطف المركز الخامس لهجن أم الزبار. نضمر الصارم محمد بن برقان بن مقارح، يلا 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 يا الصارم. أيضا جماهير أم الزبار يطالبون أيضا بنقطة رئيسية، جماهير تلك المحمية العملاقة التي يرتادها الكثير من المستفيدين من الزمول الموجودة، وأيضا التي تقيم لهم أيضا نظام مميز. وفي هذه المناسبة نشكر كل القائمين على مؤسسة إنتاج أم الزبار والتسهيل على المشاركين وأيضا المستفيدين من تلك الزمول النجوم الساطعة التي أيضا في أم الزبار. نتمنى لهم التوفيق جميعا. نعود إلى مجريات هذا الشوط الرئيسي. هناك معركة بين المركزين، معركة طاحنة لا محالة بين الاسمين اللي على المركزين الأول والثاني. المقدمة ما زالت مع الوسمية، الوسمية الوسمية، نقترب من الكيلو متر الأخير. الرباعة ترفع راية التهديد لهجن الشحانية بقيادة الصامل فاران بن محمد بن قريع. الوسمية تنطلق من هجن الشحانية بالشعار الأدعم الكبير بقيادة الذهبي سالم بن فاران. الذهبي يقدم الوسمية على المركز الأول، الصامل يقدم أيضا لنا الرباع على المركز الثاني من هجن الشحانية. المركز الثالث تصل أسياد، 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 تقترب من المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع، شوف لي رقم المركز الرابع يا أبو وتين، وصلت هنا غضا لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. وعطوني المركز الخامس، المركز الخامس هنا لؤلؤة لهجن أم الزبار مع الصارم. ولكن نعود مع 600 متر الأخيرة، الوسمية، أسياد قادمة، أسياد قادمة، الذهبي مع المركز الأول، البرنس مع المركز الثاني، ولكن الوسمية، الوسمية طارت، الوسمية بالشوط الرئيسي، طارت الوسمية بالشوط الرئيسي. هذه الوسمية تنطلق بالأوامر الطفيفة وتقدم هذا الأداء الكبير، أوامر طفيفة وأداء كبير في الشوط الرئيسي المفتوح. ما شاء الله تبارك الله، سلام للأدعم، سلام سلام لجماهيره في كل مكان. إذن يطمئن جماهيره بأن هذا الشعار بخير، وأنه يمتلك نوعيات صعبة في المهرجانات، هذه من النوعيات الصعبة بل النادرة. سلام للوسمية، سلام سلام بن فاران، سلام الذهبي مشكور سالم بن فاران من قدم الوسمية بشعار هجن الشحانية في الشوط الرئيسي المفتوح. سلام أبو جابر، سلام، وسلام للوسمية، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني أسياد احتلت المركز الثاني،
لأجل الشحانية مع البرنس. جار الله بن محمد بن عقيل المركز الثالث. المركز الثالث الرباعة لأجل الشحانية مع فاران بن محمد بن قراعو المركز المركز الرابع. المركز الرابع وصلت فيه غضا قطعت المسافة في أو قضى لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس المركز الخامس اللي وصلت نيابة لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. التوقيت الزمني للحظة وصول الوسمية ما شاء الله تبارك الله يتحطم التوقيت الزمني نظرا للفترة الصباحية 9:21 61 جزء من الثانية هو توقيت الرباعة. حطمت التوقيت حتى الآن وما زلنا في بداية الأشواط الرئيسية، ولكن نظرا للأشواط الفترة الصباحية وهجن أبناء القبائل تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران. أسياد احتلت المركز الثاني قطعت المسافة في 9:26 16 جزءا من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية وتهانينا للبرنس. جار الله بن محمد بن عقيل المركز الثالث اللي وصلت الرباعة قطعت المسافة في 9:29 92 جزء من الثانية. التهاني لهجن الشحانية وتهانينا أيضا للصامل فاران بن محمد بن قريع. تهانينا والناموس لكل الفائزين. تتواصل الأشواط الرئيسية الأولى، شوط القعدان ينطلق وزميلي شجاع العتيبي. شكرا.